لا تما كاينه غير تجلس ما لا بيناش هو غيشد اصلا البلاكار غير من الفوق ما غاديش فيه. شحال الرقم ديالك ديال التليفون؟ ان شاء الله علاش لا ان شاء الله صفر ستة صفر تسعود يا ربي صفر ستة صفر جوج بشوية واحد وتسعين صفر خمسين ما عندهاش مسكيناش عندها تلفاز صفر ستة صفر جوج يا واحد وتسعين واحد وخمسين سبعة وعشرين هذا هو النمرة ديالك ديال التليفون صافي يلا جي حبيبتي تنسي. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة أولا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وغنقول لكم واحد الحاجة، هذه دار مكرية بيوتة ساكنين فيها غير العيالات اللي كنحييهم اليوم وتنقول لهم تبارك الله عليهم. كلها بيوتة مكرية بيوتة، كل امرأة كارية بيت وكل بيت فيه قصة، كل امرأة تكلمت معها اليوم عندها قصة، كل وحدة كيفاش كتقلب على طرف الخبز، وكل وحدة كيفاش كتعيش، كل وحدة كيفاش كديباني راسها. دار مسقفة بالقصدير، كانوا الشمس كيتحرقوا، كان البرد والشتا كيغرقوا، ولكن حامدين الله وشاكرينو، حامدين الله وشاكرينو، لأن ما كاينش محسن أن الإنسان يكون قانع وراضي داكشي اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. كل غرفة، عافاك نقصي الصوت عيديا، كل غرفة كتخرج منها مرا كتعاود القصة، ها اللي مسكينة خدامة عونية، ها اللي مسكينة كتضرب تمارة جفاف على قلبها، هالي ولكن وراء هذوك القصص وديك المعاناة كاينين قصص ومعاناة كثيرة. اليوم غنبداو بخديجة، خديجة الغزالة اللي جلسنا هضرنا شويه وضحكنا شويه، وهي تقول لي انا بعدا المعاناه اللي كنعاني وداكشي اللي دوزت والمآسي اللي دوزت والتكرفيس اللي دوزت، ورغم هادشي كله نخرج ندبر على خدمه بعرق كتافي ونضرب تماره وما نمشيش ندير بحال شي شوهه اللي كيديروها بعض العيالات، وخصوصا داك صحابات روتيني اليومي اللي باغينها سهله، اللي كتقول لك انا ما لاقياش وانا ما قاداش وانا خصني ما نوكل ولادي وانا لا. راه كاينين عيالات اللي ما عندهاش الفراش، ورينا الدص اخويا عبد المولى، ورينا الدص، وريني شوفوا الناس فين كتعيش، وريهم الدفه، وريهم الخميه، وريهم كلشي كلشي اي حاجه وريها لهم. هاد السيده راه ما عندها كوزينه، ما عندها سيجور، ما عندها صالون، ما عندها دوش، مع هاد الناس راه كيديروا لي بيزوان ديالهم تيديروهم لداخل ديال الغرف ديالهم، فين كينعسوا فين كيجيبوا السطل حاشاكم كيبولوا فيه وكيديروا فيه كلشي باش ما يتزاحموش على الطواليطات ديال برا. السلام عليكم خديجه. وعليكم السلام. كي دايره؟ الحمد لله. قصه قصه. الحمد لله. ومأساتك مأسات. الحمد لله. عاودي ليا من الاول خديجه. انا خصي جوج دراري مشدودين، واش غنقول لك؟ لا اله الا الله. الدريه دي مريضه بالبروده، عندها كانت عندها 12 مليون في العام باش كداوى وما تعالجاتش. شكون اللي كان كيخلص على 12 مليون؟ خدامه كتغامر، خدامه وراجلها، ونعاون انا شويه ملي كانت الوقت، ملي كانت الوقت شويه. دابا صافي الحمد لله، ما بقيت لقيت لا هي لا جهد، ما بقيت لقيتها لا راسي. ما خديجه كي كانت حياتك؟ بعض المرات حياتي كانت زوينه، عشت حياتي زوينه مع راجلي وليت وليداتي في العز،
يعني كنت انا مفرشه، كنت زعما بخير، كان بسبب الله كنعطي، ما نقدرش تكون عندي ونشوف الانسان ما عندوش وما نعطيش. انت اللي كنتي تعطي الناس، كانوا العائله كيجيو يتسلفوا من عندك. انا العائله مرضات عدوس، اختي جابوها ليا من الصحراء، انا اللي قابلتها انا في ميريزكو، ومعايا السيد وراه باقي لا نحي بالطوموبيل ديالو باش كيديني وكيجيبني، وما تحاسب معايا في حتى حاجه، وما تحاسبت معاه في حتى حاجه. وانا بغيت نعرف علاش زعما كاينه، ملي انا وصلت حتى واحد معقل عليا، ملي تحت انا طيحت حتى معقل عليا. منين انت وليتي محتاجه حتى واحد معقل عليا؟ حتى واحد معقل عليا، حتى واحد اللي كنقول لي شي حاجه بحال ما عرفت، بحال داروني ضحكه، بحال بغاو فيا هكا، بحال شمتو انا دار عمي في شارع الداخله ونفاس مع التيران بو محمد، تلفوا مع عند راجل 3 مليون ملي كان حي 3.5 عطاوها ليه؟ لا لدابا ما عطاوهاش ليه، قلت له قبل ما يلا ما طرازي ما لقيتش باش نعيط لولادي، مشيت عند مرت عمي محمود مليكه، قلت لها اعطيني غير 40 باش نعيط لولادي، قالت لي سيري للمحكمه، سيري للمحكمه ديك الورقه اللي دايره معايا ندير معاك انا في المحكمه، ودارت معاهم تعايرت معاهم، قلت لها خليت لك الله دايره معاهم ورقه ديال الدين التزام معاهم والو، دابا انا راجل اللي عطاهم. علاش عطاهم 3 مليون ونص؟ تاق فيهم، قالت لي سلفني. هما شكون كيدير الراجل كخديجه؟ كان يلا كان بيع بواحد الدار ديال باه، كان هو كان نصيبه في الورث. هو كان في الاول كان سودور ملي كنا في كاريان، ولكن ملي تحولنا للتشارك ولا الله يرحمه كيبز ناس، كنا انا واخا كان هو كيبز ناس انا ما نقدرش نعيش في شي حاجه بحال هذاك الشيء، خدام انا ندير الميناج، خدمت في رحبة الزرع، خدمت في رحبة القمح، خدمت في الديور، خدمت في شركه حي الصناعي، ولكن سبحان الله فين ما خدمت ما فهمت كيدو لي رزق، ما عرفتش بحالاش الشركه ديال عادي بحال دابا. واحد مونه كانت خدامه معنا بنت حي مولا رشيد، قالت لينا ندورو قرعه، قلت لها فيها خير، كنعطيها كل شهر 500 درهم، 5 شهور وانا كنعطيها، نهار اللي قلت لها زعما الا عطيني الا ما كنتش، قالت لي عطيني شي حاجه، قلت لها لا حيت درت انا بيدي. دابا انت دايما كنصبوا عليك الخدمه اللي خدمتي يديو لك رزقك الحاجه اللي درت. بنجديه خدمت عندهم شهر على قدو، وما نعاودش لك وماشي غنشكر لك راسي، ما عنديش مع داك الشقه ديال النفاق، ولا كنبغي داك الشيء كيما كنشقى دار لا، دابا هي دابا شي 6 سنين ما عقلوش علي. كيفاش ما عقلوش عليك؟ كملتي خدمتك وقالوا لك سيري فحالك. كملت خدمتي ملي سيري حقا باقي ما تخلصنا، ملي كنرجع مابقاوش كيجاوبوني كاع. دازت عليك خديجه؟ دازت الحمد لله. دابا انت راجلك كان تاجر ديال المخدرات، ولكن انت ما عمرك بغيتي هاد الطريق؟ لا شنو كنتي كتقولي لي؟ كنت كنمشي زعما كنقول لي دير طابلة النعناع، هو الله يرحمه ما كانش يتقبل، قال لي تقولي لي دير طابلة النعناع ولا تقولي خد، ما كانش الله يرحمه، بقى مسكين الله يرحمه يوسع عليه حتى ما تعب هذاك المخدرات والحبس وهذاك الشيء. دخل الحبس، خرج من الحبس، دخل الحبس. خير خارج خرج مسكين. وانت ما باغاش ديك الفلوس ديال الحرام، باغا تاكلي بالحلال. كنمشي واخا نعرف نسعى، واخا نعرف نبيع كلينيكس، نمشي ندير الميناج، نمشي لرحبة الزرع، نخدم في هذاك القمح، ما عنديش مشكل، المهم بغيت نعيش بحالها نعيش وليداتي بحالها. ولادك حتى هما خرجوا نفس المشكل؟ كون عا خرجوا بحال داك المشكل، انا ولادي ما خرجوش بحال باهم، كون عا كيبزنزو يدبروا راسهم، يمشي يبيعوا ويشرو ويعيشوا راسهم. لا ولادي كيضاربوا، ولادي كيديروا ليه، مشاش ولادي على شي حاجه، على المطيفه وليد صافي. سرقه المطيفه، صداع، ضربوا الجرح. انا ما كيدوروش بيا، ما كيديروش عندي الصداع في الدار صراحه ولله، ها هو في الخلا وكيتشدوا في التيسع. كتبعيهم؟ لا ما بقيت دابا، انا واخا يعيطوا ليا كنقدر ما نجاوبهمش، حيت صافي داكشي ولا كيدورني في راسي. ولا داكشي كيدورني في راسي ديال باش نمشي لكل محكمه وكاشاد. دير اخويا سيلونس لداك التليفون، ما بقيتش كنقدر، يعني حتى الطريق اللي شادينها ما عجباتكش، ما بغيتيش ديك الطريق الخايبه الاولاد؟ لا تعجبنيش، عمر ما تعجبني، عمر ما نصبر شي واحد نعيش معاه بالحق، واخا يكون بوه ما ناكلش ديال بنادم، بغيت حاجه ديال دراعي، وانا نتمنى من خارج الوطن وداخل الوطن شي محسن ولا محسنه يديروا لي طابله ديال البيع والشراء، عمرو لي الربيع.
نصورها 100 دريال ناكل 50 ونحط 50 عندي رباح حيت درت كلينيكس والو. البارح جيت نفاجر زيت تليفوني قلت لواحد الدري عاقودي عطيني في 150 درهم ما نخلصش كريدي تسلفت واحد 100 درهم بغا نخلصها 150 ديباني بها الدريا بحال وجهك بقات شافتني كوك بقيت كنبكي داكشي تقول لي لا والله ما تبيعي تنتي 100 درهم الوقت اللي وجدت عندك وخلي تليفون صافي جيت بكيت عييت وانا رايح الحمد لله الحمد لله ما كاينش على ما تحطي الراس تقولي زعما اختك خوك خالتك ما كاينش ما كاينش وما كنتش كنتخلي على حتى شي واحد واللي تخليت عليه يهز ويعيط ويقول لي انا على الله وعليك ما كنتيش كتعقلي عليه. يعني انت اللي وقفتي مع الناس وعطيتيهم الوقت اللي دارت بك الوقت ما عقلوش ما عقل لك حتى واحد. ودابا حاليا ما عنديش ونشوف شي واحد في شي حاله تكون عندي 100 درهم خصني نقسمها معاه. انا كلشي عطاني ربي سبحانه وتعالى. مناش كتخلصي الكرا خديجه؟ مناش كتخلصي الكرا؟ كنت كنمشي نبيع كتو كلينيكس نمشي نشقر ما لقيتش ميناج. شنو نشقر زعما اللي غاطلبي؟ نترزق اي واحد بان لي ندير نقول اخويا تعاون معايا يعني والناس هذا يعطيك هذا ما يعطيكش هذا صراحه شي ناس كاع في بورغو الله يجعل ربي يسهل عليهم ما نكذبش عليك كيما كنهضر معاهم كيتعاملوا معايا كيدبروا عليا المهم واخا نطلع ديك 150 طلع ديك 100 درهم المهم نقول الحمد لله خلصنا شويه الكريدي المهم رانا نضيف فيها انا كنقول الله يجعل ربي يفرج من عنده ما ندير انا فاطمه الزهراء اختي الحمد لله. دابا مع من تتعيشي وكان؟ ولي عايشه براسي دابا مع اختي. انتي ويا معاونين على الوقت. شنو كتاكلوا؟ شنو كتشربوا؟ كيفاش كدوزوا نهاركم؟ كنخلص ناخذ الكريدي كيعطينا اي حاجه واحد انا. صيفطوا الخبز، السكر، كلشي كيعطيني انا الوقت اللي انت كتوجد الموجود. كنتلو عليه بحال وجهك تاهو ما كيطردنا ما كيقول لنا حتى حاجه. حول ولا قوه. والحمد لله. الحمد لله وعارف يعني ملي كيوجدو كندوم ليه هو الاول. خديجه وانتي دابا دوزتي شويه ديال الخير وشويه ديال الفلوس علاش ما خليتيش تحت منك شي حاجه؟ قلت عقلي فاطمه الزهراء اختي قلت عقلي انا جارتي اللان دابا كتعايرني اللان كنت كنحط عندها فلوس نحط عندها ذهب ولكن ملي كنشوف الواحد في شي حاله ما نقدرش يعني نشوف شي واحد في شي حاله وانا عندي فلوس وعندي ذهب ونخليه ما يمكنش خصني نهزو نبيع نتعامل. شحال الوليدات عند خديجه؟ عندي خمسة. ومالك ستة. ستة عندك؟ هاد الستة تا واحد ما خرج لك؟ لا الدريات انا ما عنديش فيهم مشكل، الدريات الله يرضي عليك. شحال البنات؟ جوج نورا مجوج. أربعة الدراري. وشيما. أربعة تمنيتي فيهم؟ ثلاثة الدراري. بغيت منهم واحد يكون فيه شوية، والو. دابا المشكل تا اللي فيه شوية ما فهمت، راه كيدي ميردي. ولكن ما كيعقلش عليا. واحد النهار جا قال لي راه بغيت شي فلوس على والدي راه غنخدم المهم قلت له شوف نمشي معاك غنهز لك من الامانه ولكن غنعطيك شهرين اللي غنخلص لك حدني دابا كندير الميناج غنخلص لك شهرين ولكن تفوت شهرين ما خداماش غتخلصهم انت ما عقلش عليا خوا بيا خلى الامانه يوميا تعيط يوميا تعيط صافي طلعوا لي الدم قلت لها اختي سيري ذكرى ريبيا نجي نتواجه معاك بغيت نضربهم في الحبس ديك الفلوس نمشي نضرب في الحبس شحال خديتي من الامانه؟ ستين وعركني فيها ولدي اللي كنت نقول هذا هو ولدي الصالح كنت كنقول هذا هو الدر اللي على القاع لعب عليا ولكن الحمد لله واش داروا معاك في الحول؟ يلا باقي باقي تعيطوا لي كنقول بغيت اختي ديري انا ما عندي شوفي انا ما عنديش فاطمه كون عندي ما نبيع ما كنرضاش شي واحد يطرد ولكن ما عنديش راه كلينيك ساو يومي يومي مرسل بلدي كنجي كنت نغسس بغيت شي واحد يسولني ما سولونيش وليت تنقول انا وكيله يهوديه مانيش وكيله مسلم يومين وانا كنديو كنجيب فيه تقولي وحده بيتها تخيلي بغيت عن ندبر هذيك 100 درهم كيما خديتو هو باقي جات بيه تاني الحمد لله شحال كتبيع الباكيه؟
درهم. شحال كتطلع لك؟ 220. لا درهم، شحال الوحده كتاخذيها؟ كناخذ بواطه. شحال كتربحي في الباكيه مثلا وحده؟ بحال دابا كناخذ بواطه بحال هكا كتربحي 4 دريال. شحال كتربحي؟ 4 دريال. 4 دريال في الباكيه. 4 دريال في الباكيه. المهم كون ربيتي تصرف تبيعي جوج من هادوك، المهم خدش تلقى ديك 10 دراهم راه الباح، المهم حلال عليك تاكلي منه. الباكيه شحال فيها؟ فيها 12. فيها 12 في 4 دريال. اه 12 في 4. تبغي تبيعي جوج انتياه؟ انا يومين وحده ما بعتهاش كامله الشا 5 دراهم. وما قلت لك ما خدتهاش الاسطوبيس، خديته مع عند صاحبتي تنخصص وطلعت فاش قلت للدريه بيعي لي التليفون، قالت لي والله ما تبيعيه، هكا 100 درهم سري باري كريدي وقت اللي وجدتيها. عافاكم الناس اللي كيوقفوا بطوموبيلاتهم بالسيارات الفارهه ستوبات، تعاونوا مع هاد الناس. راه كتوقف تبيع كلينيكس على درهم على 4 دريال، عوض ما نعطيها درهم نحاول نعطيها 10 درهم، نحاول نعطيها 20 درهم، 50 درهم، 100 درهم، ما فيها باس. حيت هاد السيده بغات تاكل طرد الخبز بالحلال، راه قالتها هي، قالت لك انا دوك صحابات روتيني اليومي انا ما نقدرش ندير بحال، ما نقدرش. لا حتى هي كون دارت شي قناه وتعرات فيها لا ما نقدرش. فاطمة الزهراء اختي واخا يقولوا لي هضري فيها ما نقدرش. عافاك. لا ما نقدرش. اختي ما نقدرش داكشي. وتمشي تخرجي تبيعي كلينيكس ب 4 دريال؟ نبيع كلينيكس ب 4 دريال، اللهم 4 دريال وحلال عليا فاطمة الزهراء اختي. وسمعوا اللهم 4 دريال اختي حلال. سمعوا بعد مليون حرام. ب 4 دريال راه حلال عليك اختي، جيبي كاع مليون، جيبي اللي جبتي وكانت حرام راه ما جبتي والو. ما درتي حتى حاجه. واش من وجهه تلقاي به وليداتك وتلقاي به عائلاتك وتلقاي والله سبحان شوفي ابر اي واحده فاطمه الزهراء الله سبحانه وتعالى نشوف هذا واش من وجهه نلقاو به الله سبحانه وتعالى ونعم به جميع العالم. هذا اللي خافني ملعب انا ما عنديش فيه، كنشوف الله ما ما غايدي ليا بعد راه يبقى عايش. شوفي الله العاقبه ديال الله سبحانه الا هو. عائلتك فين هما خديجه؟ الوالدين والعائله؟ بويا الله مات. انت اصلك منين؟ صحراويه. منين البلاصه؟ طاطا. من طاطا؟ طاطا الغريف. امتى جيتي لكازا؟ 10 سنين. 10 سنين. ملي كانت عندك 10 سنين جيتي باقا طفله وهنا تلاقيتي براجلك؟ بقيت مع با ومرات با الله يرحمها، هي ماتت مسكينه صافي. هذيك انا هذيك الساعه كاع ما كانتش باغا لا جواج لا والو. انا كنت كنقرا مزيان، كنت كندير الطرز الحساب، كنت كندير الطرز الرباطي، كنت كنخدم التريكو، كنت كنخدم الكاشكو. فهمتي شو دابا باقا عاقله على هادشي؟ منين الوقت اللي جيت باش يرجعني بو انا ما خلاناش. شحال كان عندك من عام اللي تزوجتي؟ 14. تزوجتي على 14 عام؟ وختي ومالكي؟ ما ديت داخل في هادشي، وجاو عيان اخر خلوني هكا في حياتي، خلوني في صنعتي، كره في صنعتي وكره معاك فين وصلت كاع ما غنلو حبيبك معاهم. لا اله الا محمد رسول الله. نوجهوني للمحسنين، قلبي حدا يخدو نوجهوني للمحسنين. شنو تبغي تقولي للمحسنين خديجه؟ اللي نقول لهم اختي ما نقول لهم عشي محسن ولا محسنه، انا يديروا لي شي حاجه نعود نصور عام 100 دريال نحط 50 وناكل 50. ما عندك لا تلفازه ما لا ثلاجه. الله سبحانه الا هو ورا الله، عندنا كلنا ونعمه بالله. الله الله يكون معنا ومعك اختي. الله هو احسن من اي حاجه فاطمه الزهراء اختي، ونعم بالله. باش نعيش انا انت ملي كتبغي تهضري وتفرغي قلبك على من على الله سبحانه وتعالى؟ على الله. شنو كتقولي له؟ شنو كتطلبي منه؟ نطلب منه ربي، نقول ربي يا ربي تعطيني مناش نعود نعطي، بغيت ربي يعطيني غير شويه وندك شويه نعطي منه. باغا تاكلي وتوكلي؟ بغيت ناكل ونوكل، واللي لقيتها في الزنقه ندخلها نحوزها، اللي لقيتها خارج الطريق بغيت نرجعها ترجع لعقلها ونديرها تحت مني. حيت انت دوزتي كلشي وشفتي كلشي. كلشي شفتيها خديجه، ما كايناش شي حاجه ما شفتيهاش. شفنا كلشي ولكن في الاخر بحال ما شفناش فاطمه الزهراء. دابا المشكل بنادم دارك بحال عمرك ما شفتي، ما عمرك لبستي، ما عمرك تشوفتي. وانا راه الحمد لله دوزت الحمد لله، ودوزت بالعز، دوزت بالعز وبالضحك البلايص اللي فيهم الناس اللي بحال وجهك انت فضل. دابا انا ما اش كتاكلي في النهار؟ اش كناكل؟ قلت لك انا الحق الا ما لقيتش خبز هو حتى الله يخليك راه حنا شبعانين.
بنادم ما عرفكش قال الماكله ما تهمش فاطمه الزهراء ما عرفكش بنادم اش واكل غتاكلي داك الخبز وكتاي غتقري تقولي الحمد لله ما عرفت بنادم اش واكل. دابا المعينات اللي عندك شنو عندك في المعين؟ عندك براد؟ براد مقراش سوينيه كوكوط هادو هما معيناتك اللي عندك؟ اه هما هادو لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غنختم معكم هذا البث المباشر وهذه القصه المؤلمه ديال اختنا خديجه اللي كنتمنى ان صوتها يوصل للمحسنين وان قصتها اللي شاركتها معنا توصل لكم. خديجه الان راها معاها واحد البنيته كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفرجها عليها. حنا راه غير سبب والكمال على الله سبحانه وتعالى ما عرفناش واش غادي ننفعوا هذه السيده ولا ما غننفعوهاش ولكن المهم اننا وصلنا صوتها وحاولنا اننا نوصلوه. اكيد راه كاينين القلوب الرحيمه اللي كتساعد في حال هذه الحالات. عاوتاني مره اخرى خديجه محتاجه لاي حاجه حوايج صبابط فريش ماعن تلفازه ماكينه بلا ما نهضروا على الماكينه الصابون حيت هذيك الشام فراغ منه ما نط ما عندها والو عندها هاد السداري بوحدها ولي عندك فين كتنعسو؟ انا كنعس هنا نسيت نعس هنا وانا كنفرش كتفرشي المانط كندير عندي واحد البونجرة حطاتها هادو ديال اختي ولادها وبخير والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله في السراء وفي الضراء الحمد لله قولوا الحمد لله. بالنسبه للناس اللي عطيهم ربي كل شيء وما كيحمدوش الله ومن النهار كلهم اف عات مالي طالع لي الدم هادي السوق يقول لك اش خاصنا فاطمه الزهراء واش خاصو قسم لك يمين الصحه اللي كتشوفي فيها الا كنت كان جوج كفاف ديال الخضر وندير داك بها الا كان 66 كيلو ديال الخبز كارم باش نوصلو عند المول الخبز كارم باش نبيعو باش يعطيني الفلوس والحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللي عنده صحيحته كيقول خاصني شي حاجه بطبيعه الحال راه غير كيخربق غير كيخربق والانسان يحمد الله ويشكره. وغنختم معكم مشاهدي قناه شوف تيفي الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.